محدش يصور، واللي هيصور وكمل بعدها بواصلة بين السباب والشتايم. ده اللي عمله الفنان أحمد السعداني في جنازة والده الراحل صلاح السعداني وقت محاولات الصحفيين تصويره لحظة انهياره على والده. وبسبب فعل أحمد السعداني غضب كتير من الصحفيين والمصورين، الأمر اللي دفع عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب إنه يتقدم النهاردة بتعديل تشريعي يمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها بدون إذن مسبق. بعد انفعال أحمد السعداني على المصورين والصحفيين وإعلان نقابة المهن التمثيلية وأسرة السعداني إن العزاء اقتصر على الزملاء والأصدقاء والمعزيين، قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن النقابة أخذت موقف بشأن الأزمات المتكررة في تغطية جنازات الفنانين، وأصدر بيان يعلن فيه استعداد النقابة لوضع آليات وشروط لتغطية جنازات الفنانين، وقال سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تحدد آليات حضور مراسم الدفن أو الجنازات بين نقابة المهن التمثيلية والصحفيين والمراسلين حتى لا تسيء القلة لهذه المهنة العظيمة. وفي تصريحات سابقة قال الأشخاص اللي حاولوا يصوروا الجنازة ما كانوش صحفيين معتمدين، وكانوا بينتموا لمواقع إلكترونية غير رسمية، وكانوا متخفيين بين الصحفيين تحت مسمى المواقع الوهمية. ومن ناحية تانية طلب الكاتب الصحفي محمد الباز نقابة المهن التمثيلية وأسرة الفنان صلاح السعداني بالاعتذار بعد صدور بيان بيفيد عدم السماح للصحفيين والإعلاميين بتغطية العزاء. وكتب الباز منشور على فيسبوك وقال نقطة نظام، من حق عائلة السعداني إنها تحدد مين اللي شارك في عزاء الفنان الراحل صلاح السعداني، رغم إنه مش ملك للعيلة لوحدها، هو ملك الجمهور ومحبيه، لكن كان يجب أن تتحرى نقابة الممثلين الدقة في بيانها الذي نقلت من خلاله رغبة أسرة السعداني التي أرى أنها ليست لائقة وتفتقد إلى الذوق في الحقيقة، فكان يمكنهم منع الصحفيين من تغطية العزاء دون اللجوء إلى بيان يعكس حالة عصبية غاضبة بسبب موقف عابر. من يقومون بهذه الفوضى في الجنازات والعزاء ليسوا مندوبين مواقع وقنوات، بل أكثرهم أصحاب صفحات على فيسبوك وتويتر يبحثون عن مشاهدات تتحول إلى مكاسب مادية هائلة، وعليه فالحديث عنهم بأنهم صحفيون وإعلاميون يفتقد إلى الدقة. ورد أشرف زكي على تعليقات الدكتور والإعلامي محمد الباز اللي انتقد منع التصوير وقال نحن أساتذة جامعيون ولا نحتاج للتعلم من أحد ولا يجب أن تثير الفتنة بيننا وأتوقع منك الاعتذار. ورفض الباز الاعتذار مشيرا إلى أن الصفحات الشخصية والمواقع الوهمية هي اللي أساءت للصحافة، وأن عزاء السعداني يعتبر حدث عام وليس خاص بالعائلة أو النقابة، وأكد أن بيان النقابة بيحتاج لمراجعة لأنه بيحمل إهانة للصحفيين، وأن الإعلام بيهدف لنقل الحقيقة والواقع، مضيفا أن لا يمكن تحميل الصحفيين كلهم مسؤولية تجاوزات قلة قليلة، والأزمة ما وقفتش لحد نقابة المهن التمثيلية ونقابة الصحفيين. اللي حصل النهاردة مختلف لما تقدم النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب بتعديل تشريعي بإضافة فقرة للمادة 88 من قانون العقوبات بتمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها بدون إذن مسبق. بتنص الفقرة المستحدثة على كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين. وقال النائب وفقا للمذكرة الإيضاحية فإن الحق في الخصوصية يعني أنه لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته وشؤونه العائلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه، مؤكدا أن هذا من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر. إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير والتي تشمل حرية النشر هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسؤولين، إلا أن هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية. تفتكروا الأيام الجاية هنشوف فعلا ضوابط وقيود لتغطية الجنازات ولا يفضل الحال كما هو؟